حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت الودائع لدى المصارف التجارية في العراق في شهر حزيران لتبلغ نحو 130 تريليون دينار عراقية، وبذلك نمت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة نمو سنوية بلغت 3.74%، بينما كانت نسبة النمو الشهرية 1.43% بحسب تقارير اقتصادية. أكدت أن الودائع الجارية التي تمثل نحو 80% من الودائع ارتفعت بنسبة نمو سنوية بلغت 6.68%، وبنسبة نمو شهرية بلغت 1.67%. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار، وباع البنك المركزي بمزاد العملة 1,384,031,747 دولارا بمعدل يومي بلغ 276,806,209 دولارات، منخفضا بذلك عما سجله الأسبوع الماضي حيث بلغ 1,387,639,900 دولار. قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كردستان العراق أن نسبة العمالة المحلية في المشاريع يجب ألا تقل عن 75% وفقاً لقرار مجلس وزراء كردستان العراق رقم 172، وأضافت أنه بموجب القرار يمكن لأصحاب العمل توظيف أقل من 25% من العمال الأجانب فقط. وكشف رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب كشف عن وجود أكثر من 40,000 عامل أجنبي في كردستان العراق. بلغت استيرادات العراق من السيارات الأمريكية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 15,000 سيارة بقيمة 216 مليون دولار. وقال خبراء اقتصاديون إن استيرادات العراق المباشرة من الولايات المتحدة من السيارات ارتفعت بنسبة 115% خلال النصف الأول من العام الجاري، وبذلك تبلغ عدد السيارات المستوردة مباشرة من أمريكا 15,000 سيارة بقيمة 216 مليون دولار. احتل العراق المرتبة الثانية عربيا كأكبر الدول المستوردة للموز بقيمة 123 مليون دولار خلال عام واحد، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا إذ استوردت كميات هائلة في عام واحد بقيمة 191 مليون دولار، ثم العراق ثانيا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بقيمة 122 مليون دولار تلتها الجزائر ثم الكويت في المرتبة الخامسة. معنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.